لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. هم ثلة من الأبطال المغاربة شرفوا المغرب ورفعوا العلم الوطني في الألعاب البارأولمبية التي احتضنتها طوكيو اليابانية في الفترة ما بين 24 غشت والسادس شتنبر الماضيين. اليوم في هذا الحفل يتسلمون المنح المالية نظير تألقهم، وهي منح التأهل وكذلك منح التتويج بالميداليات. كما سبق الوعد به وكما سبقت وعدت الوزارة الوصية بهذا، فبالنسبة للمنحة المخصصة للفائزين بالميدالية الذهبية في الألعاب الفردية كانت هي 2 مليون درهم، والميدالية الفضية هي بمقدار 1,250,000 درهم. أما بالنسبة للرياضات الجماعية فالميدالية النحاسية هي بمبلغ 300,000 درهم لكل فرد مشارك من المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية. أما بخصوص منحة التأهل فكانت هي 100,000 درهم. التألق المغربي كان على مستوى المستديرة، وذلك بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم الخماسية للمكفوفين بالميدالية النحاسية في الألعاب البارأولمبية، وهو إنجاز ينضاف إلى الإنجاز الكبير الذي بصم على مستوى ألعاب القوى بعد الفوز بذهبيتين وفضية. إنجاز كان من ورائه أبطال يتسمون بالعزيمة والإصرار وقوة الإرادة. فاليوم كنتواجدوا في هذا الحفل البهيج اللي منظم الجامعه الملكيه المغربيه للمكفوفين وضعاف البصر، فهذا كيجي تتويج النتائج اللي حققوا الابطال المغاربه في الالعاب البارالمبيه في طوكيو. وبالمناسبه كنبغي نشكر الجامعه كذلك وكذلك الوزاره الوصيه، وهذا يعني يعطينا حافز اننا نزيد ان شاء الله يا ربي مستقبلا اننا نزيد يعني نحققوا نتائج اخرى ان شاء الله اللي تفرح الشعب المغربي. فخر كبير، كيبقى تاريخ بالنسبه للرياضه الجماعيه في المغرب، بكون ان هذه الرياضه ديال المكفوفين كره القدم للمكفوفين هي اول رياضه جماعيه كتشارك في البارالمبيه، اون بليس هي اللي كتجيب اول ميداليه، وصراحه كما كنقولوا فخر كبير. نتمنى نزيدوا نتوجوا بميداليات اخرى في الاولمبيات القادمه ان شاء الله. حفل تسليم المنح الماليه على الابطال المتوجين بالالعاب البارالمبيه اشرفت عليه الجامعه الملكيه المغربيه لرياضات المكفوفين وضعاف البصر، وسيعطي دفعه مهمه لكل الابطال من اجل المزيد من البذل والعطاء، وبكل تاكيد سيمنح جرعات من التشجيع لكل الرياضيين في البارالمبيه من اجل الصمود لتحقيق الأهداف.